جزيرة، وده كان لقاء كمان خاص مع مستر ديفيد ديفيز. نتمنى له كل التوفيق مع الفريق. خلينا نروح للزميل محمد توفيق ولقاء مهم مع الكابتن خالد العودي مدير عام النشاط الرياضي في نادي الاهلي. اتفضل يا محمد. شكرا لك هيثم، برحب بحضرتك من جديد وبكابتن هشام عبد الوهاب وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومعانا مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي كابتن خالد العوضي. يعني في البدايه بهنى حضرتك بالمستوى اللي شفناه في المؤتمر الصحفي. متعودين دايما المؤتمرات الصحفيه تقديم مدربين الكره، لكن مدرب لكره اليد يتعمل له مؤتمر صحفي، اعتقد ده يليق بين تاريخ النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. مساء الخير. اولا بس على كابتن هيثم وكابتن هشام، وبقول لهم وبقول حاجه مهمه جدا، ده النادي الاهلي. النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده كتير. دي بدايه عصر مختلف جوه النادي الاهلي، ومديرين فنيين عندنا على اعلى مستوى، مديرين فنيين كبار، مديرين فنيين بيحققوا بطولات على مستوى العالم وبيحققوا بطولات على مستوى العالم، دي حقيقه. وراجل زيه احسن مدرب في اوروبا 2020، فاينل فور 4 مرات في تاريخه كمدير فني، مدير فني منتخب مصر. بص، احنا لازم النادي الاهلي بيتطور التطور الحديث في العالم. لو شفنا اي بلد في العالم بتقدم مديرين فنيين ازاي لكل الالعاب هتلاقي كده. النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده كتير. لسه ان شاء الله باذن الله التطور هيكون مختلف تماما في النادي الاهلي في الرياضه، بدعم كل الناس، بدعم جماهير النادي الاهلي، دي رقم واحد، بدعم مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب. صدقني الموضوع ان شاء الله هي مختلف. نتمنى الناس بس تصبر عشان اللي جاي ان شاء الله هيكون احسن باذن الله. من خلال المؤتمر الصحفي وكلام حضرتك كمان كلام المدير الفني، لمسنا قد ايه الراجل حابب انه يجي النادي الاهلي ويكون موجود في النادي الاهلي وعارف قد ايه قيمه النادي الاهلي. بص، هو هارد وركر جدا، هو عنده فول سبيريت قويه جدا جدا جدا. هو من ساعه ما نزل وقال لك انا ام ريدي في المطار، الراجل احنا اخترنا شخص مناسب جدا للنادي الاهلي في الوقت ده في كره اليد. من خلال المؤتمر زي ما انت شفت هو بيتكلم ازاي، هو بيكاتت شورت شويه نقط، مش بيتكلم كتير. هو العمل بتاعه جوه الملعب وده الاساس بتاعه، وده اهم نقطه بتميزه جدا في العالم، ان هو مش بتاع الظهور الاعلامي وظهور الميديا. هو يعني طبعا اول بريس كونفرنس كان لازم يتعمل بالشكل ده، لكن هو انا بقولها لك بصراحه شديده، هو راجل ليه في الشغل رقم واحد في حياته 2 و3 و10 لغايه 100، وهو ده اللي محتاجينه في النادي الاهلي. وكل المديرين الفنيين عندنا ناس محترمه جدا وبتشتغل بنفس الكفاءه. انا شايف مديرين فنيين من اول السيزون بيعملوا ايه مع كل لاعبي، وان شاء الله باذن الله نتمنى نبقى على قدر طموح جماهير النادي الاهلي في المرحله اللي جايه. ما ينفعش معاك كابتن خالد العوضي، يعني بجانب ان حضرتك مدير النشاط في النادي الاهلي، ولكن واحد من النجوم يعني كره اليد على مستوى مصر والنادي الاهلي، اداء الفريق في كاس العالم للانديه تعليق عليه ايه وشايف الفريق ازاي؟ تعظيم سلام للعيبه الهاندبول بجد. صدقني انا يعني الموضوع ده انا هتكلم فيه بصراحه شويه، انا قناه النادي الاهلي فهتكلم فيها بصراحه شديده. اكيد زعلان جدا من الفتره الماضيه، لكن صدقني اللعيبه دي عايزه تقدم اكتر حاجه ما في وسعها زي ما بيقولوا. سعيد جدا بيهم ومبسوط جدا بيهم، بروحهم بتحملهم تيشيرت النادي الاهلي في مرحله صعبه جدا، في مرحله خساره من بطوله افريقيا وخروجهم والعوده بعد اسبوع. الحاله النفسيه بالنسبه للعيبه كانت حاجه مهمه جدا، بشكر عليها الجهاز الفني، بشكر عليها كابتن ياسر لبيب، بشكر عليها كابتن احمد سالم، كابتن محمد ابراهيم، لان فعلا قدروا يطلعوا حاجه مختلفه من اللعيبه دي. اللعيبه دي احنا لسه شايفينها من اسبوع كانت بتلعب زي عندها حماس وروح، بس النهارده بتلعب قدام بطل من ابطال اوروبا. عشان بس الكلام، احنا اول فرقه في مصر في افريقيا في العرب نطال نكسب فرقه من اوروبا. صدقني الموضوع بالنسبه لي كنادي اهلي حاجه يعني عظيمه جدا، ولازم كلنا نفتخر كمصريين بالانجاز اللي بيحصل. الانجاز اللي بيحصل ان هو بيعدي فرقه من اوروبا، بطل اليورو ليج وبطل السوبر الاوروبي كمان، وكسب ماجدبورج اللي هو هيلعبه النهارده، دي حاجه اكيد عظيمه. بشكرهم جدا جدا على الروح العاليه، وهم فعلا ولاد النادي الاهلي على قدر مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي. اخيرا النشاط الرياضي واللي جاي فيه بسم الله ما شاء الله كره السله، الفريق بقى حاجه مرعبه الحمد لله في كل البطولات العالميه الكامله، بطوله عربيه اداء ولا اروع، الالعاب الفرديه برضو فرقه الطايره ماشيه بشكل كويس، وفرقه اليد اللي جاي في النشاط الرياضي مخطط له ازاي؟ بص، مخططين له احنا عندنا بلان 4 سنين، ما نقدرش نطلع النهارده فجاه مفيش عصا سعريه بتتغير، لكن اكيد تطور العصر اللي احنا عايزين ندخله في الجديد باذن الله. يعني بنحاول نعمل حاجات كتيره جدا، النشاط الرياضي بيحاول مجتهدا يعمل حاجات جديده في النشاط الرياضي. عندنا بلان واضحه جدا جدا في الالعاب الرياضيه، عندنا بلان مكتوبه واضحه وماشيينها سيكونس ورا بعضيها، عندنا بلان للالعاب الفرديه عشان يبقى عندنا بطل اولمبي كلنا نفخر بيه في حياتنا في النادي الاهلي، اكيد رقم واحد واكيد في مصر رقم اثنين. لكن هي الموضوع بالنسبه لنا كل الالعاب، كل الناس نتمنى ليهم ان شاء الله باذن الله يتطوروا التطور الطبيعي اللي احنا قادرين نحطه للنادي الاهلي، نحط طوبه ورا طوبه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون في حته ثانيه قريب جدا في الرياضه العالميه.
كابتن خالد ودايما موافقين باذن الله. شكرا ميرسي ميرسي كابتن هيثم. ده كان لقاءنا مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي يا رب يفضل في المقدمه ودايما يفضل رقم واحد. كلمه كابتن هيثم اتفضل.